السلام عليكم اخوان. كما كتشوفوا هنايا عندنا هنا بوش كيان. هنا المشكل هنايا، شوف هنايا، شوف هنايا، شوف لي قوي ديال السلسله السخونيه هنايا، شوف راه 120 وكيسيري تسمى الزيت، تسمى الزيت، تسمى البوا ديال الزيت وديال الكميون طا. شوف لي قوي فين طالع الماء، شوف لي قوي هنا السيارة دابا غادي تصير هنا. إلا رحت هنايا كاين دابا سيارة مزيانة، سيارة ساوية، ولكن عدم اهتمام. دابا أصحاب السيارات كاين اللي ما كيهتمش في هاد المسائل، هاد المسائل خطيرة، هاد الشيء راه خطير، هاد الشيء هذا، هاد الشيء دابا اللي حنا كنعيشوه، هاد الشيء خطير، هاد الشيء هذا، هذا راه شيء خطير، بحال داك الشيء ديال شي واحد تيموت، بحال شي واحد كيموت، هاهي بقات عاوتاني السخونية. إذا هادي فيها مشكل، ماشي فيها مشكل ديال الموتور كيسخن، يعني السيكو ديال الرفاديسمون، وإنما هادي فيها مشكل ديال كاينش مشكل ديال الكابلاج. يعني الله قلبو ان شاء الله نشوف شنو المشكل اللي فيها. اذا كنشوفوا بان كاين الكليان ما تيكونش عارف السياره، كتبقى بحال هذه السياره شي حاجه مزيانه، ولكن السياره ما كيهتمش بهذه الامور هذه. السياره كتصاغيت مره مره، كتلقى ميساج كتصاغيت، كتطلب الصياغه، كتطلب الصياغه باش مو السياره ربما يحن فيها ويديها مثلا تصوب، ولكن ما هو ما عارفش، ما كيبان لي داكشي، ما كيبان لي صوت فيها عادي وصافي.